أهمية هذا المؤتمر هو امتداد للملتقيات التي راكمها منتدى تعزيز السلم في مجال تصحيح المفاهيم والتصورات التي يركبها كثير من الشباب العربي المسلم في المشرق والمغرب لتدمير ذاته وتدمير مجتمعاته وأوطانه بهذه الصورة الدرامية التي نرى عليها العالم الإسلامي اليوم. منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي رئيسه هو الشيخ الفاضل عبد الله بن بيه هو قد بدأ منذ أكثر من 3 سنوات، ويمكن أن أقول بكل صراحة أن بدايته كانت في الرباط وبحضور مجموعة من الأساتذة في الرباط، البداية ديال المنتدى. ثم بعد ذلك سوف يأتي إلى الإمارات العربية المتحدة ويتأسس كمنتدى رسمي. في ملتقاه الثالث يختار أن يكون موضوعه الدولة الوطنية، لما لهذا الموضوع من أهمية. فكثيرا ما نسمع عن شيء اسمه دولة الخلافة ودولة الإسلام ودولة الجهاد، وكثير يتحدث عن أن دولة الخلافة هي أمر واجب، وأنها تدخل في إطار الولاء والبراء، وأن عدم قيامها هو مخالفة للشريعة ولمقاصد الشريعة. فنحن في هذا الملتقى نريد أن نبين ونصحح هذا المفهوم، ونقول بأن مفهوم الدولة هو مفهوم واسع يمكن أن يتخذ عدة صور وعدة أشكال في أي زمن من الأزمنة، والسياقات التاريخية للدولة الإسلامية التي مرت عبر التاريخ تشهد لهذا الأمر. حتى إن الخلافة الإسلامية الراشدة نفسها لم تكن على صورة واحدة ولم تكن على نمط واحد، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه خلافة تعبدية، وإنما هي خلافة مصلحية، تدبير يتوافق عليه الناس بحسب ما يقتضيه الزمان ويقتضيه المكان وتقتضيه ظروف الإنسان، في موائمة كلية بين ما يمكن أن نسميه بكلية الشرائع وبكلية الزمان، وعلى اعتبار أن الواقع متغير، والواقع المتغير يطالب بإلحاح دائما بالسعي إلى إيجاد حلول للأزمات التي نعيش فيها والتي تسبب الآن ما يقع في هذا في المنطقة العربية على وجه الخصوص. أمة تسجل الأهداف، لكنها أهداف الدمار، في لعبة الموت تسجل أهدافا على نفسها على ذاتها.